لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مراسلة الغد في تونس نجلاء بوخريس. نجلاء، دعينا في صورة ما يحدث الآن. نعم، حالة من الكر والفر بين عدد من المحتجين من أتباع وأنصار حركة النهضة وحزب ائتلاف الكرامة المجمدين في البرلمان التونسي وقوات الشرطة التونسية التي منعت وفق يعني قرار من وزير الداخلية أي تجمع على اعتبار البروتوكول الصحي المعمول به في تونس بعد الانتشار السريع للمتحور أوميكرون. يبدو أن حركة النهضة تصر اليوم على إحياء ذكرى الثورة بالنزول والتظاهر ضد قرارات الرئيس قيس سعيد، خاصة قرارات يعني الاستفتاء الإلكتروني الذي سينطلق يوم غد حول الواقع المعيشي للتونسيين والمشهد السياسي والاقتصادي، أيضا قرار إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في أواخر شهر ديسمبر من هذا العام. يبدو أيضا أن حركة النهضة تحاول يعني الضغط اليوم عن طريق الشارع وعن طريق بعض أنصارها وحلفائها على الرئيس قيس سعيد ليتراجع عن ما يسمى اليوم بمنظومة 25 يوليو، والتي تتضمن تجميد عمل البرلمان التونسي ورفع الحصانة على النواب وملاحقة الفاسدين ومقاضاة كل تقريبا النواب الذين تورطوا في قضايا فساد سواء من حركة النهضة أو الشق الإخواني أو غيره من الأحزاب، علاوة طبعا على وضع عدد هام من القيادات سواء حركة النهضة أو أحزاب أخرى في يعني الإقامة الجبرية ومنعهم من السفر. كل هذه الأحداث وهذه المستجدات دعت اليوم حركة النهضة لمحاولة التظاهر والخروج لشارع الحبيب رقيبة، الشارع الرمز وشارع الثورة، للتظاهر ضد يعني قرارات الرئيس وضد كل من يساند الرئيس قيس سعيد. نعم. طيب نجلاء، إذا كان لديك علم، هل هناك مظاهرات في مناطق أخرى في تونس وإنما فقط في شارع الحبيب بورقيبة؟ لا، هي فقط في شارع الحبيب بورقيبة بحسب بيان طبعا بالاعتماد على بيان حركة النهضة وبعض الحلفاء وبعض المعارضين لنظام قيس سعيد من بين يعني نشطاء في المجتمع المدني ونشطاء سياسيين، دعوا إلى النزول وإحياء ذكرى الثورة في شارع الحبيب بورقيبة، مع العلم أن الرئيس التونسي كان قد حول تاريخ يعني إحياء ذكرى الثورة إلى 17 من ديسمبر عوض 14 يناير، لكن يبدو أن حركة النهضة وحلفائها مصرين على إحياء هذه الذكرى. هل تم تفريق المظاهرة نجلاء أم أن المحتجين ما زالوا متواجدون في الشارع؟ في الحقيقة هو أن أعداد المحتجين هي قليلة يعني بالنظر إلى الدعوات والحشد الذي قامت به حركة النهضة. قوات الشرطة قامت بتفريق العشرات ممن تجمعوا قرب المسرح الوطني في قلب العاصمة التونسية وقلب شارع الحبيب بورقيبة، على اعتبار كما قلت هناك بروتوكول صحي واضح، هناك منع اليوم للتجمع والتجمهر على اعتبار ارتفاع قياسي وخطير جدا في عدد الإصابات بكورونا. نذكر فقط أن هناك تصريح قامت به حركة النهضة صباح اليوم تقول إن هناك محاولات لتكميم الأفواه ومحاولة لمنع يعني أنصار النهضة من التجمهر والتجمع، لكن الرد يأتي طبعا بشكل رسمي. القصر الرئاسي يقول يعني أنه ليس هناك أي منع لحرية التعبير، وإنما الوضع الصحي والوبائي يتطلب اليوم نوع من اليقظة والإحساس بالمسؤولية ومنع هذه المظاهرات، والدليل أن حركة النهضة قامت بعدة مظاهرات ضد الرئيس قيس سعيد ولم يقع منعها في الفترة الماضية. نعم، شكرا جزيلا لك نجلاء بوخريس مراسلتنا في تونس.